إلى ملفنا الأخير، ونتناول فيه مأزق الحكومة البريطانية في ظل ما يواجهه رئيسها بوريس جونسون من قضايا تتعلق بحفلات الإغلاق التي قد تطيح به. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يكد يلتقط أنفاسه في محاولة منه لطي ملف فضيحة حفلات الإغلاق والتي أقامها في مخالفة للقوانين، حتى أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها ستحقق في مزاعم عن خرق جديد لقواعد الإغلاق في مقر إقامة بوريس جونسون في 10 داونينج ستريت، بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي دليلاً على إقامة سلسلة من التجمعات. ويكافح جونسون من أجل بقائه السياسي بعد سلسلة المزاعم التي كشفت والتي أن موظفيها أقاموا تلك الحفلات خلال الفترة التي فرضت فيها أشد القواعد الصرامة في أيام السلم في بريطانيا. المزاعم كشفت في وقت متأخر من مساء أمس أنه خرق قواعد الإغلاق التي فرضها للحد من تفشي كوفيد-19 عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داونينج ستريت، حيث كانت التجمعات داخل الأماكن المغلقة محظورة. معي الكاتب والصحفي طارق نعيمات للتعليق على هذا الموضوع. أهلا بك طارق. أدلة جديدة طارق، يعني لم نكد ننتظر نتائج التحقيق في الخروقات السابقة حتى يخرج لنا خرق جديد مع جونسون. يعني ما الذي يحصل؟ لماذا كل هذه التسريبات ولماذا كل هذه المخالفة من جونسون لقواعد وضعها بنفسه؟ نعم، تحياتي لك أستاذ المشاهدين. أتوقع أن المتاعب لم تنتهي بالنسبة لجونسون، بل أنه الطوق يقترب من الاكتمال حول مستقبله السياسي، وخصوصا أن التسريبات جاءت متوازية ومكذبة لرواية الحكومة مرة أخرى. واليوم آخر تطور هو تحقيق الشرطة، والذي أجل نتائج تحقيق لجنة سوغري، لأنه يعني التحقيق دخل منحى أشبه بالجنائي أو أشبه بقوة إنفاذ القانون تنفذه بدلا من لجنة حكومية. حقيقة أنه لماذا التسريبات ولا نعرف، لكن نعرف نتائجها. يعني أولا هي جاءت منذ خروج دومينيك كومينغز المستشار الأهم، أو يوصف بأنه المستشار الأهم العقل المدبر وراء بريكزيت، من الحكومة، وبدأت سلسلة يعني خلينا نحكي فضائح أو ملفات أو اتهامات لرئاسة الوزراء. أولا خرجت من دومينيك كومينغز طبعا متعلقة، طيب، وهذا يشير بأنه له أعداء كثر. السؤال الآن طارق، بوريس جونسون حتى وإن نجح بالتعافي والبقاء زعيما لحزب المحافظين، ألا يضرب مصداقية هذا الرجل كل هذا الكم الكبير من المخالفات التي يرتكبها؟ بالطبع، يعني هذا سيكون له ثمن سياسي مكلف له، وقد ينتهي مستقبله السياسي لا نعلم. طبعا هو يعني بطبيعة الحال السياسة رمال متحركة، وقد وجونسون يتقن يعني الالتفاف، ويتقن يعني مسيرته السياسية دائما ظلت على التقلب والتملص، لكن لا أعرف إذا مهارته والتملص قد تمكنه من الخروج من هذه المآزق مجتمعة. اللي هو الآن هو رئيس الوزراء، هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى، والأوقات التي حدثت فيها الحفلات يعني أوقات حساسة بالنسبة للوجدان البريطانيين. كثير من البريطانيين لم يستطيعوا حتى لمس قبر أو لمس يعني جثمان أحبابهم عندما توفوا في ذكر فترة. كانت هناك يعني تدابير صارمة بالنسبة يعني إلى التجمعات، لذلك هذه الأمر يؤثر عليه في الإصلاحات. الرأي طبعا الآن تضع زعيم المعارضة رقم واحد، إذا طبعا هناك وزراء من حكومته، ريشي سوناك وليز تروس، طبعا وزراء مؤثرين. الآن هناك تقارير أنهم يجتمعون من دون علم رئيس الوزراء أو رئيس وزراء غير مدعو لهذه الاجتماعات مع نواب حزب المحافظين. هذا يعني أن هناك في كلام عن بديل، كلام عن السيناريو البديل، المحافظين لا يريدون خسارة السلطة. طيب، ولكن يعني السؤال هذا هو عن البدائل. هل تعتقد بأنه بداية المحافظين وصلوا لقرار للتخلي عن بوريس جونسون؟ رسميا لا، يعني لأنه نحتاج احنا يعني من الإجراءات التقنية تحتاج أو البيروقراطية تحتاج إلى 54 نائب يرفعون رسالة يوجهونها لقيادة الحزب، ويتم التصويت بطرح الثقة من قيادة الحزب، وبالتالي أوتوماتيكيا يفقد رئيس الوزراء موقعه. لكن هذا الأمر لم يصل، هناك في تحركات وصلت التقديرات بين 20 إلى 30 نائب،
لكن مثلا في إشارات تشير إلى أنه لا يحصل على الدعم الكافي يعني من الدوائر المقربة أو الصقور الحزب كما يسمون، لأنه هو مثلا ديفيد ديفيس طلبه بالرحيل وهو من صقور الحزب ومن صقور مؤيدين للبريكزيت. هناك كثير من وجوه الحزب، ريشي سوناك مثلا امتنع، وهو أهم من أهم الوزراء في حكومة وزير الخزانة، امتنع عن تأييدي علنا، وجه له المراسل سؤال يعني أنه هل تدعم رئيس الوزراء، تهرب منه ولم يرد عليه، يعني هو فهمت أنه يعني لا يتمتع حتى ب يعني دعم وزراء في حكومته. ولكن ما السبب، ما السبب برأيك يعني أمام وجود بعض من محافظي أو من المحافظين جناح بوريس جونسون، جناح البريكزيت، ويريدون التخلي عنه؟ هل فقط قضية المخالفات في قواعد الإغلاق، أم أن الفشل في إدارة البريكزيت برمته قد يكون السبب وراء ذلك؟ يعني قد يكون السبب وراء ذلك، وأيضا هناك صراع قوة في داخل حزب المحافظين، يعني في يعني التسريبات والتحركات يعني، وهذا شيء معتاد، يعني ليس شيئا جديدا أو سرا نذيعه عندما نقول أنه دائما يعني جونسون كيف أتى بطبيعة الحال. جونسون أصلا هو من قادة الانقلاب على تريزا ماي، يعني هو الذي زاود على تريزا ماي وقال أنها فشلت في إدارة البريكزيت، وهو جاء مع ما يسمى صقور أو يعني لجنة الأبحاث الأوروبية، وهي يعني لجنة داخل حزب المحافظين تضم صقور حزب المحافظين ولهم نفوذ كبير ولهم اتصالات واسعة. فاللعبة التي لعبها بوريس جونسون يذوق من نفس الكأس، يعني تحرك مراكز القوى داخل حزب المحافظين قد يكون لها دور أيضا. هناك يعني يصعب الدفاع حقيقة، يعني بوريس جونسون أول شيء أنكر، ثم قال يعني لم يعتذر بطريقة مباشرة، قال نعم أنا حضرت الحفلات لكن لم أعرف أنها يعني لم يقل لي انها مخالفه للقوانين، يعني كان يحتاج احد يعلمه بالقوانين التي وضعها بنفسه. على كل حال سؤالي الاخير لك طارق، هل سننتظر طويلا حتى نعلم مصير بوريس جونسون؟ لا اعتقد ذلك، لا. قد يعني الان شهدنا يعني اليوم في تحقيق للشرطه، حتى هناك في تحقيق اخر يعني المستشار الاخلاقي في الحكومه يعني ودات هناك حديث مزايد انه سينفذ ايضا تحقيقا اخر، انه هل التزمت الحكومه اخلاقيا في هذا الموضوع، اضافه لتحقيق سو جراي. فنتحدث ثلاث تحقيقات منفصله. مهما كانت مهاره بوريس جونسون ويعني قدرته على الالتفاف، لكن يبدو انه شيئا فشيئا الخناق يضيق عليه، ويعني الايام ستكون خير دليل اما اذا كان سينجو ام لا. شكرا لك الكاتب والصحفي طارق نعيمات. بهذا نصل اعزائي المشاهدين الى ختام اضواء على الاحداث لهذا اليوم. يمكنكم دوما متابعه البث المباشر لقناه الحوار على اليوتيوب، كما يمكنكم التواصل معنا عبر منصتنا الاخرى على السوشيال ميديا. اترككم في امان الله.